إن على مر عقود وسنين من الأبحاث العلمية والاجتماعية والنفسية، قال استخلصوا كده علماء التربية وعلماء النفس، وقالوا إن الغالبية من أولياء الأمور والقائمين على التربية المعلمين بيحاولوا إن هم يسيطروا على ولادهم وعلى بناتهم. في منهم اللي بيقدر يعمل ده بطرق تربوية سليمة، وفي منهم اللي ما بيعرفش فبيعملوا عنوة، فبالتالي العلاقة بتبوظ. من هنا بقى عايزة أعرف إحنا ليه بنوصل لدرجة فقدان السيطرة على أولادنا؟ ليه؟ هي في الكلمة اللي انت عمال بتكرريها، السيطرة. السيطرة هي هذه المشكلة. ليه احنا عاوزين نسيطر على أولادنا؟ هي هذه القصة الأولى والأخيرة. يعني من أيام احنا كنا أطفال والأجيال اللي قبلنا والآن موجودة هذه المشكلة، بس بالاختلاف. يعني مثلا احنا بنقول احنا ما كناش عاملين كده مع أهلنا. هي الحقيقة أن الأشياء اللي موجودة في الزمن هذا بتخلي ردود الأفعال والطريقة اللي احنا شايفين أن الأمر بيخرج عن إرادتنا تختلف عن الأهل. بس كل جيل لا يستطيع أن يكون تبع الجيل اللي قبله. فكرة ان ابني يكون تحت سيطرتي، لما فكرتي فيها انت هنا عرفتي ان تربيتك حتتحدد فيها مشاكل، لان طفلنا او ابننا اللي حيقعد عمره 14 و20 و30 هذا اصلا ليس تبعي، هذا كائن. بس موجود السيطرة في علم التربية ولكن بطرق صحيحة، هي الأزمة في التطبيق. تكون ضوابط في التعامل، ضوابط في التعامل هنسمي فيها الاتفاقيات المسبقة. يعني أنا بدل ما نحاول أني طول حياتي وفكرتي أني نسيطر في، وصلت لدرجة بعض الأمهات بنتها متزوجة وبأولادها وتبي تسيطر على بنتها متزوجة، هذه مشكلة. يعني أنا بفكر أني طفلي يكون تحت سيطرتي أولا، وبالذات العمر اللي هم بيحكوا عليه كل الأهل. المشكلة عندنا دائما من عمر بدأت المراهقة، بدأت من 12 سنة. أيوة من أول 12 كده، أول ما شنبه يبدأ يخط كده ما حدش يعرف يكلمه. المشاكل هتبدأ مع الثانوية العامة، الآن المشاكل بدأت تبدأ الإعدادية كمان. نعم نعم، بسبب التيك توك والبرامج والأشياء هذه اللي مفتوحة، خلت الذاكرة الاجتماعية والحياتية بدأت لطفل عمره 12 سنة تساوي لطفل كان عمره 17-18 سنة، عنده نفس الكم من المعلومات والانفتاحية على العالم. فبالتالي من عمره 12 سنة لحد 25 سنة مرحلة صراع لابد الأهل أولاً يفهموها، أن طفلك ليس رافض لي من بش نقول كلمة سيطرة للضوابط معاك، هو أصلاً في حالة صراع مع ضوابط. يعني أنت رافضة أصلاً مصطلح كلمة السيطرة على أولادنا؟ رافضة نهائي، اسمها ضوابط في التعامل وليس سيطرة. أنا لا أسيطر على ابني، لأن إحنا كنا رافضين سيطرة أهلنا علينا. السيطرة أصلاً كلمة قاتلة. وبعدين السيطرة دي بتطلع طفل عديم الشخصية، عنده ضعف ثقة في نفسه. هي هذه أكبر مشكلة الأهل، إنه يظنوا هم أدرى بمصلحة أولادهم منهم. لا، ولدك إنسان عندك كل. لا استني بس، النقطة دي مهمة جداً. أنا متخيل أنا أضرب مصلحة ولادي، أنا بقى أكلمك في النقطة دي وهخلفك فيها.